بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، أود أن أشكر السيد النائب المحترم على طرحه هذا السؤال الذي يتمحور حول أهمية ودور النقل المزدوج في فك العزلة عن العالم القروي. وبالمناسبة بغيت نقول لكم أن الوزارة ما تقومش بتوزيع رخص النقل المزدوج كما جاء في العرض ديال السؤال، بل تعتمد في ذلك على مساطر إدارية واضحة وشفافة من خلال دفتر للتحملات وضع يحدد شروط الحصول على رخص استغلال هذا النوع من النقل، بحيث أن أي واحد راغب في الاشتغال في هذا المجال مدعو لتقديم ملفه لدى اللجان الإقليمية المختصة التي تحيلها من بعد على اللجنة الوطنية للنقل بعد البث فيها. بالنسبة لإقليم زاغورة، موضوع السؤال، فإن عدد الرخص المنوحة من طرف اللجنة الوطنية للنقل بناء على اقتراحات اللجنة الإقليمية تبلغ 72 رخصة للنقل المزدوج التي تشتغل بموازاة مع بالطبع وسائلنا الأخرى لتغطية حاجية التنقل. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة لم تتوصل بأي طلب لاستغلال رخص جديدة بإقليم زاغورة في الحين. وشكراً.